السلام عليكم. كل هذا الغذاء الا بغيتي تولد وليد، كل هذا الغذاء الا بغيتي تولد بنيته، اغذيه لانجاب الذكور، اغذيه لانجاب الاناث. اشنو هذا الشيء؟ هذا السؤال اليوم غادي نطرحوه وغنجاوبوا عليه ان شاء الله. بقوا معنا. اهلا بكم، مرحبا بكم في حلقه جديده من برنامج نصيحه اليوم مع محمد احليمي. جنس المولود ذكر او لا انثى، اغذيه تساعد على انتاج الذكور، اغذيه تساعد على انتاج الاناث. هذا الشيء واش صحيح؟ من دابا نقول لكم هي عباره عن مخاض لولاده كوتشينغ من نوع اخر، كوتشينغ اللي يبني على اشياء لا اساس لها علميا. الانسان في تخطيط الانجاب دائما عنده احتمال انه يكون عنده ذكر وعنده احتمال انه يكون عنده انثى، كما كاين احتمال انه يكون عندنا توائم. لكن الذكر او الانثى باش نتحكموا فيهم حنا بالتغذيه، هادشي اليوم اللي غادي نفصلوا فيه. في قديم الزمان عند الاغريق ولا عند العديد من الحضارات كانوا كيستعملوا بعض الطرق، ظنا منهم انهم هذه الطرق هذه اما سوف يتحكمون في انتاج الذكور واما سوف يتحكمون في انتاج الاناث. ففي جميع الحضارات كان دائما اختلاق طرق من اجل التكلم، من اجل الاعتقاد على انه يتحكم في جنس المولود اللي غينجب سواء كان ذكر او انثى. وهذه الطرق هذه كلها طرق باءت بالفشل، والتاريخ يتحدث على هذه الامور. فالحضارة ديالنا اليوم هي اختلقت العديد من الطرق، اللي ربما طرق اكثر بشاعة علمية من الطرق اللي دازوا، مع العلم ان الطرق اللي دازوا حتى هما كانوا واحد البشاعة لا تتصور. وكل الحضارات دائما حاولت اختلاق هاد الاكاذيب، واللي كتقول باللي كاين اشياء اللي نديروها نتحكموا في انتاج جنس الذكر او لا الانثى. يعني انت ولا انتي ولا انتوما، الا بغيتوا ذكر ها شنو ديروا، بغيتوا انثى ها شنو ديروا. وللاسف هذه الحضاره ديالنا جات الطريقه اللي ربما عبر الزمن ما كانتش هذه الطريقه، كانوا طرق اخرى، وهي طريقه الاكل، وهي طريقه الاغذيه وطريقه اختيار الاغذيه. حتى ان الان دابا وصلوا بعض الناس يعني يتم استضافتهم في العديد من المنابر الاعلاميه على اساس انهم يعني هذا النوع ديال الاغذيه ينجب ذكر وهذا النوع ديال الاغذيه ينجب انثى. باش نفهموا الامر خصنا نرجعوا للاصل ديال الموضوع. الاصل ديال الموضوع هو ان كاين بعض النساء اللي عاشوا بعض القصص واللي اعتقدوا انها قصص مؤكدة، واللي كنقول لهم انا اليوم باللي عندكم احتمال انجاب الذكر 50% وعندكم احتمال انجاب الانثى ب 50%، وبالتالي الا كليتي واحد الاكل وجدك الاحتمال اللي كان في بالك فعرف راسك باللي راه كنتي في الاطار ديال 50% ديال داكشي اللي بغيتي نتايا. ولو يكون الولادة الثانية وكان عندك نفس المسألة فما يمكنش نعتمدوا عليها علميا، هذا فقط لتصحيح هذا الاعتقاد اللي عند بعض الناس. النقطة الثانية هو ان ضغط العديد من الشركات، ولاحظوا شوفوا الاغذيه اللي يتم اعتمادها من اجل ولاده ذكر او لولاده انثى، هي بعض الاغذيه اللي اكيد بعض الناس عندهم ربح في ان الناس يستهلكوا هذه الاغذيه هذه. المساله الثالثه وهي هذا الشيء كامل هذا هو عباره عن مخاض لولاده واحد النوع جديد من الكوتشينغ من اجل اللي كيعتمد على هذه الامور هذه، واللي كنقول انا لا اساس لها علمي، ما كاينش عندها اساس علمي، واخا حتى ان العلماء يستغربون من كيسمعوا هذه المساله هذه، ومازال هناك واحد نقاش، والنقاش سيفضي لاشياء، وانا كنقولها من هنا سيفضي لاشياء ان الانسان لا يتحكم في العمليه الانجابيه ديالو سواء يعني انتاج الذكر او انتاج الانثى، كنهضر على نوع الجنس. السؤال المطروح علاش؟ الجواب هو ان اي انسان فينا هو عباره عن واحد تلقيح ديال حيوان منوي البويضه. هذا التلقيح هذا عدد الحيوانات المنويه اللي كتهاجر من اجل هذا التلقيح هذا كتوصل تقريبا 2 مليون. هذه الحيوانات المنويه هذه دي اول نقطه هو انك ما يمكنش تتحكم في هذا عدد الحيوانات المنويه، وما يمكنش تتحكم بالتغذيه في الحيوان المنوي اللي غادي يلقح هذه البويضه. علاش؟ لان هذا الشيء هذا هي عباره عن اعتماد على واحد الكروموزومات، فلما كيكون ذكر يكون هناك كروموزوم اكس مع ايغريك، ولما كيكون انثى
هو الكروموزوم اكس مع اكس. فما يمكنش بهذا السهوله هذه بهذا النوع ديال التغذيه هكا نقولوا بلي رحنا نتحكموا واش هو ذكر او انثى. نعم كيتحدثوا على البي اش فاجينال، ولكن البي اش فاجينال ما يمكنش حنا نضبطوا هذاك لاغليغ في البي اش فاجينال فقط بالتغذيه ديالنا، مع العلم ان كاين تغيرات كبيره بزاف. هل الجسم هذايا واش عنده حموله السميه ديالو، واش كاين اشياء وعوامل كثيره بزاف اللي كتخلينا ماشي مضطرين اننا نشرحوها لاننا بعيدين كل بعد عن الحقائق العلميه. فما يمكنش نجيو نعتمدوا على تجربه او لا تجارب وقلت انا التجربه فيها احتمال. علاش؟ لان احتمال ماشي احتمال التحكم في الاغذيه في جنس يعني المولود، لكن احتمال انك نتايا لما يكون عندك انجاب عندك احتمال انه يكون عندك 50% ذكر و50% انثى، وهذا اللي كيخلي بعض الناس يمشيوا في بعض المتاهات. وقلت انا فيها اشياء وفيها اعتبارات ورحنا صححناها. فالخلاصه ديال الموضوع هو اننا احنا كبشر ما عندناش القدرة على التحكم في هذاك واحد من جوج المليون الحيوان المنوي اللي غادي يخص بالبويضة واللي غيعطينا اكس اكس الى بغيناه ويعطينا اكس ايغريك الى بغيناه. هاد لا سيليكسيون هادي ما نقدروش نديروها للاسف، وهذه فقط اشياء اللي بعيدة كل بعد على الواقع وعلى المنطق. نجيو النقطة الأخيرة والأهم. فالأجدر بنا والأهم بنا أننا هاد المرأة هادية نهضروا على النظام الغذائي ديالها والتوازن الغذائي ديالها باش يكون عندها مولود في صحه جيده سواء كان ذكر او انثى. وهذا بالنسبه لنا حنايا الناس اللي كيروجوا لهذه المساله هذه هو في حد ذاته بين قوسين ميز عنصري. علاش؟ لان شنو المشكل الا كان عندي ذكر وتزاد لي ذكر، وشنو المشكل الا كان عندي انثى وتزادت لي انثى، وشنو المشكل الا كان عندي ثلاثه ديال الاناث وتزادت لي رابعه، شنو المشكل؟ فهذا في حد ذاته يعني ضرب في الإنسانية وضرب في الوجود ديال الإنسان. ففيه رسائل إلا فهمناها كتكون رسائل خطيرة وخطيرة بزاف. فكما كنقولوا السؤال المطروح ما المشكل؟ شنو المشكل؟ يعني شنو المشكل يكون عندي أنايا هاد 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 المولود هذا نفرح به أنا كيف ما كان سواء ذكر أو أنثى؟ فالأهم من هذا وللأسف إلا كان عندنا واحد البيدجي، إلا كان عندنا واحد تسخير الوقت وتسخير المال من اجل نبحثوا في هذه الامور هذه، فالاجدر بنا اننا ما نكونوش انانيين ونبحثوا في حالات العقم. فاذا كنت انت ولا انت عندك ذكر او لا عندك انثى وبغيتي تنتج واحد النوع وبغيتي تتحكم في هذاك المولود، فعرف وعرفي باللي كاين الناس يجاهدون ويصارعون ويحلمون بالانجاب، الحالمات بالامومه والحالمين بالابوه. فاذا كانوا بعض الناس عندهم وبغاو يتدخلوا في الاختيارات ديالهم واش ذكر ولا انثى، كنقول لكم وكنقول لهم بلي كاين الناس اللي كيحلموا بمولود مهما كان كيف ما كان ذكر او انثى. فنهتموا بالتغذيه ديال المراه الحامل، يكون عندها نظام غذائي جيد من اجل انها تكون هي في صحه جيده والمولود يكون في صحه جيده، ونهتموا بالتغذيه ديال الناس من اجل انهم يحلموا بالوليدات اللي بعض الناس باغيين يتحكموا واش انه يكون عندي ذكر او تكون عندي انثى. رسالتي الاخيره للعديد من الوسط العلمي الوسط ديال البحث هو بعض الناس الان دابا وبعض العلماء لا يعترفون بعلاقه التغذيه بالعقم، بعلاقه التغذيه بالانجاب. فكيفاش ما كتعترفوش بهذه العلاقة هذه وصلنا نعترفوا بأن الغذاء يتحكم واش يكون عندي ذكر أو يكون عندي أنثى؟ هذا السؤال نخليه مطروح ونخلي الإجابة للتفكر وإعمال العقل وإعمال المنطق. كانت هذه الحلقة ديال علاقة الأغذية بالإنجاب واش ذكر أو أنثى. خلي لكم الراحة ولا تنسوا أن الداء والدواء في الغذاء، والمرض وارد والشفاء مطلوب والوقاية خير من العلاج. السلام عليكم. Thank you.